الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أو يوم أليم. كان نوح في ميزة ما هي موجودة عند باقي الأنبياء وهي طول البال. تخيل النبي يجلس 950 سنة وهو يدعو قومه، هو النبي الوحيد الذي لبث هذه المدة الطويلة 950 سنة، هذا هو عمر الدعوة فقط، لأنه لبث قبله سنين ولبث بعده سنين، يعني بعد الغرق يقال أنه لبث 300 سنة، وقبل الدعوة كان يبدو أنه كان عمره أكثر من 1000 سنة، فلذلك عاش وعمر وقت طويل نوح عليه الصلاة والسلام. فنوح بدأ ينصح الناس، الذين حوله يعني من باب الكفر خلاص الضلال كانوا يقولون ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني أنت إنسان زينا، ما معنى نبي، إيش معنى رسول، إيش معنى أنت الذي يوحى إليك من الله، فكانوا يرفضونه وكانوا يتهمونه بالكذب. ونوح عليه الصلاة والسلام لم يترك وسيلة إلا واستخدمها، إني دعوت قومي ليلا ونهارا سرا وجهارا وأني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كل وسائل الدعوة استخدمها نوح مع هؤلاء القوم. يا إخوان 950 سنة سيتغير كل أساليب الدعوة، فما كان يؤمن معه إلا أراذي للناس. كان يقول لهم يعني أنا إذا كنت على الحق اتبعوني، فإن كنت على الحق سلمتم وسلمت معكم، وإن كنت على غير ذلك اتركوني، لكن أنا على الحق. فكانوا يرفضونه ولا يؤمنون به، كانوا يقولون نعطيك المال نعطيك الأجر نعطيك المنصب بس اتركنا. وهذا ديدا كل قوم يأتي إليهم نبي من أنبياء الله عز وجل. فالمهم جاءوا بحجة جديدة، قالوا أنت ما آمن معك إلا الفقراء والضعفاء والمساكين، ونحن الأغنياء والمترفين، كيف نجلس مع هؤلاء؟ أطرد هؤلاء ونحن نؤمن معك. فقال يا قوم ما أنا بطارد الذين آمنوا، أنا كيف أطرد هؤلاء القوم الذين آمنوا بالله عز وجل؟ من ينصرني من الله إن طردتهم؟ أنا إنسان بسيط، إنسان فقط موحى إلي وحي من الله فاتبعوني. فكان الرفض الشديد. جلس نوح في هذا الأمر 950 سنة، وبعد أن يأس من قومه دعا ربه عز وجل أن يعني خلاص إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبر، يشكو إلى الله حاله معهم. فالله عز وجل لما وصلوا معهم إلى حد الاستهتار قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، يعني أنت أزعجتنا، يأتيكم عذاب عذاب، يلا هات العذاب. وصل الطغيان فيهم إلى الاستهتار، وهذه مشكلة الإنسان لما يأمن مكر الله. الذي يأمن مكر الله يا أخوة مصيبة. ولذلك ننتبه إلى قضية مهمة في هذا الموضع، عندما تجد نفسك، انتبه لهذا الكلام يا أخي الكريم، عندما تجد نفسك منهمك في المعصية ولا تجد في ذلك أي رادع من داخلك، انتبه لنفسك، انتبه، لأن من الناس من يظله الله على علم ويغيه الله عز وجل لأنه لا يرتضي منه العبادة، ما يبغى منه عبادة، خلاص الله غني. فأنت إذا شفت نفسك مستمر على الضلالة فأنت انتبه، قد يكون استدراج. إذا كان عندك ذنب من الذنوب، لأن بعض الناس يقول هذا أنا الآن مثلا أفعل كذا وكذا ولا أذكر أني يوم من الأيام عذبت ولا أذيت في صحتي في عافيتي، لا انتبه، هذا قد يكون استدراج عليك وهذا خطير، لازم أنك تنتبه منه. نوح عليه الصلاة والسلام قال له الله إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. طيب ماذا أفعل يا رب؟ قال اصنع الفلك. والآن شوفوا يا إخوان الموقف الآن، تخيلوا حين نوح في أرض ليس فيها بحر
950 سنة وهو يدعو الناس، ثم بعد كل هذا الاستهتار الذي كانوا يستهترون فيه كل السنين هذه يبدأ يصنع سفينة على رأس الجبل. يعني أنا ودي أن نحط أنفسنا مكان نوح، ماذا سنفعل؟ ما هي السخرية التي سيجدها من القوم؟ ولذلك الناس بدأوا يجتمعون عليه يقولون هذا اللي أشغلنا ويعذبنا يصنع سفينة على رأس جبل. عرفت بعد ما خلى الدعوة وأصبح نجار. ونوح جلس يبني السفينة 100 سنة، 100 سنة. ولذلك ما كان في أشجار كثيرة ولا يعرف كيف يزرع أو كيف يصنع السفينة، فكان أمره الله بزراعة نوع من الشجر. تخيل 100 سنة، يعني بعد 30 سنة تصبح الأشجار ذي جاهزة لأن تصنع منها سفينة. وفعلا زرع، ثم بدأ يعلمه جبريل كيف يصنع، كيف يأتي بالدستر اللي هي المسامير، كيف يربطها، واستمر. كان الناس يمرون من حوله فيسخرون منه ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. لكن شوف ثبات الداعية، وشوف ثبات المؤمن الواثق بأن الله عز وجل لا يأمره بضلال. كان لا يرد عليهم إلا بقوله إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يعني هذا الآن يقول أنا استهتارك هذا لا ألتفت له، لأني أنا عندي أمر من الله عز وجل، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يوم القيامة ويحل عليه عذاب مقيم. فكان صابر وينتظر الفرج. انتهى من صناعة السفينة، فلما انتهى من صناعة السفينة أوحى الله عز وجل أنه إذا جاء أمرنا في علامة ستخرج، وما هي؟ أن يفور التنور، يعني يخرج من التنور الذي يصنع منه الخبز يخرج منه الماء. فإذا خرج الماء من التنور يا نوح احمل في هذه السفينة من كل زوجين وأهلك ومن آمن معك، وما آمن معه إلا كم؟ إلا قليل. أكثر الأعداد اللي قيلت أنه آمن معه 80 شخص فقط في 950 سنة. فار التنور، حمل القوم، جاء من كل دابة من دواب الأرض زوجين، وركب هو من آمن معه وأهله، زوجته وأبناءه. زوجته التي ما آمنت معه سابقا ماتت، ليست هي الزوجة التي ركبت معه في هذه السفينة. ابنه رفض أن يركب، انفتحت السماء وانفجرت الأرض بالمياه، والتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، فحفظه الله عز وجل هو ومن معه في هذه السفينة الضخمة العظيمة، والماء ينزل من السماء وينفجر من الأرض، والناس تصعد على رؤوس الجبال، ومنهم ابن نوح. وأبو ونوح كان يقول يا بني يركب معنا، فيقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وهو يقول لا عاصم اليوم من أمر الله، ولكنه أبى إلا الرفض فمات وغرق مع من غرق. انتهت المشكلة، غرق الناس، ذهب نوح ومن معه، واستمروا في هذا المطر فترة من الزمن حتى هدأت وأغرق الله كل أهل الأرض. ولم يكن أهل الأرض كثير في ذلك الوقت، يعني كان مناطق محدودة التي يوجد فيها الناس، ما بعد تكاثر البشر مثل ما هم موجودين الآن. الله عز وجل أمر الأرض أن تبلع ماءها وأن يغاض الماء وأن تستوي هذه السفينة على الجودي. ونوح بدأ بحوار بينه وبين ربه حول ابنه الذي لم يركب معهم في السفينة كأب. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت إيش؟ أحكم الحاكمين. شوف يا جماعة الكلمة، ما قال أنت أرحم الراحمين، لأنه هنا ما هو في مقام عتب على الله مثلا أو استرحام، لا، هو في مقام أنه أنت يا ربي بحكمتك تدبر الأمر. فلذلك شوف ختمها بأنت أحكم الحاكمين، لا يمكن أحد أن يتعدى حكمك، ما مات ابني وتبعني إلا بحكمك وأنت أحكم الحاكمين، أنا راضي يا ربي بما تقضي. فقال الله له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فسلم واعتبرها ذنب. شفت هذا الردود التي بينه وبين الله، اعتبرها خطيئة سوف تمنعه يوم القيامة من أن يشفع للبشر. هل هذا ذنب يا أخوان؟
عندما يقوم الأب برحمته وعطفه على ابنه الذي الآن غرق أمام عينيه فيطلب من الله، هو اعتبر هذا ابن نوح من شدة تعلقه بالله عز وجل. ثم بعد ذلك غرق البشر، وكان الذين معه الذين آمنوا لم يرزقوا ذرية، وإنما الذي رزق الذرية فقط هو نوح. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل ذريته هم الباقين كما قال سبحانه وتعالى، وأما باقي البشر فكانوا عقيمين. وأنجب ثلاثة أبناء سام، وكان أحد أبنائه هو أبو السمر، ومنهم نحن العرب، وأبو الزنوج، وأبو الذين الشعوب الحمراء الصفراء البشرة، هؤلاء هم أبناؤه. يعني هذا باختصار هي قصة نوح عليه الصلاة والسلام. ماذا نستفيد من هذه القصة؟ وهذا هو المهم، عندما نسرد القصة نريد أن نعرف الفائدة. أعظم فائدة يا إخوة نستفيدها من قصة نوح هي أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. ترى هذا من عظيم رحمة الله، أن سعيك الذي تبذله لا يضيع عند الله عز وجل. الآن نوح عليه الصلاة والسلام هل يعتبر من أكثر الأنبياء أتباع يوم القيامة أو من أقلهم؟ من أقلهم، ما آمن معه إلا 80 شخص على أكثر الأقوال، ومع ذلك فإنه أول أولو العزم وأبو البشر الثاني، وخلد الله ذكره بالقرآن وأنزل سورة باسمه. من عظمة هذا النبي، غالبا الذي يذكر سيرة ما يذكر الذين نجحوا، في مقياس البشر هو لم ينجح، في مقياسنا نحن البشر الضعفاء، لكنه عند الله نجح. نجح بماذا؟ بصبره وجلده. ولذلك نحن البشر نقيس الناس بنتائجهم، أما الله فهو يقيس كل شيء تعمل. أعطيك مثال، لو أنت مثلا درست الجامعة سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة سنة رابعة، لما صار آخر ترم مرضت فلم تأخذ الشهادة، جميل، ثم ذهبت إلى الجامعة وقلتم والله لي 3.5 سنين وأنا أدرس، هل سيعتمدون شهادتك ولا ما يعتمدونها؟ لا تعتمد، سيقابلونك على أنك معك الثانوية. لماذا؟ لأنهم هم ينظرون إلى النتيجة فقط، ما عليهم من الجهد الذي بذلته. بل قد يأتي واحد معه ممتاز وواحد معه جيد فيدخل الجيد ويخرج الممتاز، لشفاعة ولا واسطة. هذا مقياس البشر على النتائج. أما الله لا، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضيع لك حسنة عملتها في حياتك. ولذلك أيها الأب، عندما تتعب في تربية أبنائك وتجتهد ولا تجد نتيجة، لا تغضب، ربي لن يضيع عملك وجهدك وصبرك. حميت البيت، نصحت، واصلت النصحة، تزوجت الأم الصالحة، كل هذا مرصود عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يعاملك بالنتيجة. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أنت الآن مثلا في وظيفتك اجتهدت وأتقنت العمل وكنت مثال للعامل والموظف الممتاز، لكنك بوليت بمدير سيء لا يلتفت لعملك، ما عليك منه، أنت تتعامل مع الله عز وجل. ولذلك مثل هذا لا يشغلك، لا يؤذيك. أنت إنسان داعية مثلا، دعوت الناس وتعبت وربيت واجتهدت ثم لم تخرج بشيء، يا أخي هذا نوح مثال عظيم أمامك عليه الصلاة والسلام. لا يشترط أن يهتدي الناس على يديك لتكون ناجح، لا، مو شرط، أهم شيء أنك بلغ دين الله، لا تقف، بلغ دين الله. أنا أعطيكم قصة جميلة تذكرتها الآن. كان هناك أحد المجتهدين بالدعوة له جار سيء، يعني سكير ولا يصلي، وإنسان نسأل الله أن يعافيه ويعافينا وإياكم. كان هذا الطيب دائما ينصح هذا الرجل فلا يستجيب له، مرة رافض أي استجابة، وهذا صابر عليه. يوم من الأيام الفجر كان هذا طالع الطيب طالع من بيته ليصلي، والسيء جاي من برا من سهرة يريد أن يدخل البيت، فتقابل عند الباب. فهذا الطيب يوم هذاك شافه على طول دخل وصك الباب، لأنه يدري أنه بينصح ويقول قم صل الفجر، فذهب إليه وطرق الباب، فتح الباب قال نعم، قال أنت وك جاي والأذن أذن الصلاة،
قال أشغلتني وأزعجتني وآذيتني. المهم وبصق في وجهه، يعني خلاص يا أخي أزعجتني، ما فكري ما نمصلي، وبصق في وجه هذا الرجل. هذا ما رد إلا أن قال جزاك الله خير جزاك الله خير وذهب. راح هذا لمسجده وهذا لبيته، راحوا لعملهم، رجعوا وقت الظهر، تقابلوا وهم جايين مرة ثانية وقت نهاية العمل وهم جايين لبيوتهم. هذاك يعني حس أنه أخطأ على صاحبه، يعني هذا رجل ناصح لي وأبصق في وجهه، هذا ما هي طيبة. فجاء إلي وقال يا أخي أنا آسف، أنا والله في لحظة غضب وتعبان، قال تبيني أرضى عليك؟ قال لي والله نجي أبيك تسامحني. قال أسامحك بشرط واحد. قال ما هو؟ قال تروح معي المسجد الحين صلي ركعتين. قال يا أخي الساعة 2 الحين ظهر، وين نصلي؟ قال ما علي منك، تبيني أسامحك نروح نصلي ركعتين، ما تبي أسامحك خلاص. قال الله يعيني عليك. حتى في الظهر يلا مشينا، وراح ووصلوا المسجد، فهذا الرجل الطيب سجد وهو ساجد، قال يا رب اللي علي أن آتي به إلى المسجد، واللي عليك انك تفتح على قلبه، انا ما اقدر اهدي هذا الرجل، خلاص انتهى الان دوري انا، اني وصلت هذا الانسان للمسجد. فناظر ما يأس، وهذا الذي نريده في حياتنا يا اخوان، في دعوتنا لا نيأس، في اولادنا، في بيوتنا، في اعمالنا، نراقب الله عز وجل. الله لن يضيع ابدا عمل عملته ترجو به ما عند الله. وهذا من اعظم الدروس التي ناخذها من قصه نوح عليه الصلاه والسلام، من اعظم الدروس التي ناخذها من قصه نوح الصبر. الصبر يا إخوة، بعض الناس عنده مصيبة، عنده مشكلة، يدعو يعني أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر شهرين ثم يوقف. ليش وقفت؟ قال يا أخي تعبت وأنا أدعي. الله أكبر، تعبت وأنت أدعي؟ يا أخي هذا نوح جلس يدعي 950 سنة ما يأس من قومه، أو داعية يدعو شوي ثم يفتر. لا لا لا، اعمل واعمل واعمل، واعلم أن الله سيرى ما تقدمه من عمل، وأن الله عز وجل يكافئك على العمل لا يكافئك على النتائج. لو كان الله يكافئ على النتائج هذا محمد صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه وهو أغلى الناس إليه، والذي دافع عنه ووقف سدا منيعا بينه وبين المشركين، لكن لم يعاتبها الله عز وجل. فأنا أقول يا إخواني من أعظم دروس الصبر. درس أخير نختم فيه، التأدب في الدعاء. ما أجمل دعاء نوح. نوح ما قال اللهم أهلكهم، الله دعا يا رب أنا مغلوب فانتصر. فلما نزل القضاء من الله عز وجل والأمر خلاص أنهم سيهلكون، دعا عليهم بعد ذلك، لكن كان يتلطف مع الله في الدعاء. حتى في ابنه كان يقول أنت أحكم الحاكمين، ما كان يعني أنت وعدتني وأخلفت الموعد، ما خاب ظنه بالله عز وجل. وهكذا هو حالنا، يجب أن نكون عند الدعاء دائما، أن نثني على الله وأن نرجو ما عند الله بانكسار، باعتراف بعظيم فضله، وهكذا يكون الأدب في الدعاء مع الله عز وجل. هذا حديثنا اليوم البسيط عن أبو البشر سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، وإلا الحديث عنه يطول. هل نختزل 950 سنة في نصف ساعة؟ لا يمكن، ولكن وقفات. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.